امتی کے لیے عمر بھر عشق اپنا بہائے نبی امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے ایک بار سوال پھر آپ کی خدمت میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ سوال ہے میگھالے کی راجدھانی کیا ہے؟ میگھالے کی راجدھانی کا نام بتائیے۔ شیلانگ ہے۔ بچی نے جواب دیا ہے کہ میگھالے کی راجدھانی شیلانگ ہے، نام ہے رملا بنتے محمد ماجد۔ جواب صحیح ہے، بچی آئے وہ اپنا انعام لے جائے۔ بچی کو 100 روپے کا اور انعام ملا ہے، ماشاء اللہ بہت خوب، ماشاء اللہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بھی تیار ہو کر آئیے، ابھی سوالات کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کے سوالات آپ حضرات پہ گوش گزار کیے جائیں گے وقتاً فوقتاً۔ چلیے وہ پروگرام کو آگے بڑھاؤ۔ قال اللہ تعالی فی کتاب العظیم انا انزلناه قرانا عربیا ایو المسلم۔ محمد زید سلم 100 روپے کا انعام ان کو ملا ہے، وہ آئے اور لے کے چلے۔ محمد زید سلم جنہوں نے ابھی تکلیف کی ہے، چھوٹا بچہ تھا۔ ايها المستمعون كما انتم تعلمون جيدا ان اللغه العربيه تفوق على سائر اللغات لانها هي لغه القران ولغه الحديث ولغه اهل الجنان ولغه اهل القبور ولغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالتمسوا من فضيله الشيخ محمد هاشم حفظه الله ان يلقي الضوء على بر الوالدين امام المستمعين باللغه العربيه، فليتفضل مشكورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذي امر عباده بالاحسان الى الاباء والامہات قائلا وبالوالدین احسانا والصلاة والسلام على النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم الذي فضل درجة الأمهات على الآباء وعلى آله الأوفياء وأصحابه الأجلاء ومن امتثل أمرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا في موطن آخر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اعلموا أن الله تعالى
قرن بين ذكر الشرك والإحسان إلى الأبوين في كتابه الباقي إلى يوم القرار، فقال في سورة الأنعام: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الاقتران تعكس مدى تقدير حكم الله الجليل الجبار، ويكشف القناع عن هذه الحقيقة الناصعة بشكل ملموس بأن المرء يلزمه أن يهتم بالإحسان إلى أبويه مثلما يهتم بالإقبال على توحيد الله تعالى في ذاته وصفاته في جميع الأحيان، الذي هو يحيي ويميت، وإذا مرض أحد فهو يشفيه. أيها الإخوان، ولكن المجتمع البشري قد ابتعد عن هذه الأمور التي تؤدي إلى الحب والوداد والشوق إلى الجنة وإطاعة الرحمن، ولذلك فسد المجتمع الإنساني ودب إليه داء الأمم من قبلكم، وفشى فيه الظلم والعدوان والجور والاعتداء والفوضى واللادينية في البيت والخارج وفي المسجد والخارج وفي النوادي والحفلات وفي المحافل والمجالس. وكذلك عباد الله تعالى، من المهم جدا أن تعتفوا بالغا بتلاوة القرآن الكريم الذي يعلمنا كل ما نحتاج إليه في حياتنا الفردية والاجتماعية، فإن القرآن يعلم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفحوى هذه الآية الكريمة أن الله يأمر عباده بامتثال الشكر، لأن الله تعالى أفاض عليهم نعما كثيرة وآلاء جمة لا تحصى بعد ولا تنتهي بحد، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كما يجب على المرء تقديم الشكر إلى والديه مثلما يهتم مثلما لأنهما حملا وهنا على وهن، رزية على رزية في صبا المرء. ولكن الصبي إذا كبر وبلغ سن الرشد نسي كل ما كان قد أحسن إليه والداه من احتمال الآلام والهموم والأحزان، ونسي كل ما قدم إليه من نعم كثيرة وآلاء جمة لإصلاحه وتربيته وصهره في بوتق الخلق الحسن وسير الصحابة الكرام. أيها الإخوان الكرام، مرة جاء صحابي إلى الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أمك. فيقول السائل: ثم من؟ فيقول: أمك. ثم يقول: ثم من؟ فيقول: أمك ثلاث مرات. ثم يقول: ثم من؟ فيقول: أبوك. هذا الحديث وتبادل التساؤلات والردود تعكس مدى تعذير الأم الحنونة وفضيلة درجتها على الأب الشفيق العطوف. أيها المسلمون الكرام، ولكن الأولاد والصبيان في العصر الحاضر يرغبون في الحضارة الغربية التي يتعلمونها من التلفاز والراديو والأفلام والأغاني، ولكنكم أنتم من أبناء الإسلام ودخلتم في حضيرتي وتلقيتم تعاليم الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم التي نزلت على قلبي، فيلزمكم أن تفكروا في أعمالكم وفي أنكم أين تذهبون ولماذا جئتم إلى الدنيا ولما قبلتم الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فانتهوا عن عقوق آبائكم وأمهاتكم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم منع وحرم عقوق الوالدين. أخيرا أدعو الله لي ولكم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.